حادثة حصلت يوم 6/9. الحادثة أخو محمد فيها من القرابة الشيء الكثير، يعني كقضية أو كحادثة طيارة تطلع تدخل المخدرات داخل السجن وتنزل المخدرات، هذه بالنسبة لي يعني كحادثة اللي تابعها في وسائل الإعلام، هنا كأجهزة أمنية قد يكون هنا عندنا يعني مثل ما يقول معطيات كثيرة وتجارب مثل هذه القضايا، وفي عندنا خبرات مكتسبة، بس بالنسبة من يسمعها ويتلقاها يعتقد أن فيها قرابة الشيء الكثير وشلون أن هذه المخدرات دخلت إلى داخل السجن. بس أحب أوضح لك يا بديكتين أخي محمد عشان تكون بالصورة بهذه الناحية، المخدرات أو الطيارة على فكرة ما دخلت داخل، هذه نقطة صراحة مهمة جدا أحب أوضحها، ما دخلت داخل حدود اللي هي العنابر اللي يقولون ما بين عنبر ثالث ورابع من هالكلام هذا اللي قال. أنت عارف أن في فترة الصباح الأولى خاصة الفجر من الساعة 4:30 الفجر في فسحة للمساجين بين يطلعوا في ساحة مكشوفة، الساحة مغطاة من فوق بأسلاك شائكة مربعة فتحات صغيرة حسن التهوية والنور وغيرها من هذه الأمور. الطيارة عبرت المجال الجوي إلى داخل المؤسسات الصحية وتم عملية إنزال خيط يحمل فيه نسبة كمية من المخدرات تقدر ب 400 جرام من المخدرات إلى داخل السجن عبر خيط مربوط بالطيارة، نزلوه في مكان الفسحة أو مكان اللي كان هم فترة راحة للمساجين. هذا حصل فجر اللي هو يوم الجمعة. من حصلت القضية هي فيها يعني مثل ما قلت لك غرابة وفيها شيء مستهجن وشيء غير مألوف، يعني فيها نوع من عملية الحداثة في أساليب التهريب. من اللحظة الأولى نقدر نقول أخذوا على عاتقهم الأجهزة الأمنية، وكان هناك متابعة من قبل سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالص صباح لفت كافة الخيوط المتعلقة في هذه القضية، تكامل طيب ما بين الأدلة الجنائية والإدارة العامة للبحث الجنائية. العميد محمد الشرهان مدير العام للبحث الجنائية بالإنابة أمانة من اللحظة الأولى يعني أخذ على عاتقه بأنه يدخل في أكثر من جانب لفك خموض هذه القضية، وأيضا الحمد لله يمكن الأدلة اللي توصلنا لها والمعطيات اللي أعطونا إياها الأدلة الجنائية قادت المباحث إلى خطوط قدروا من خلالها يتعرفون على اثنين، هذين الاثنين واحد كويتي والثاني من فئة المقيمين بصيغة غير قانونية. البدون هذا أخوه داخل المؤسسات الإصلاحية أو داخل السجن يبي يهرب له المخدرات داخل السجن. الكويتي هو الفني المتخصص اللي يعرف حق الطائرات واللي هو راح يقود الطيارة بعد ما يحمل المخدرات ويوصلها إلى داخل السجن. الأول ضبطناه في منطقة صباح الناصر، الثاني ضبطناه في منطقة النسيم في الجهرة، اعترفوا وقالوا إن هنا قبل أسبوع شرينا، يمكن اللقطات يمكن تبين عندكم الآن، شرينا هذه الطيارة من المحل الفلاني وعندنا تسجيل أيضا صوتي لعملية السؤال أسئلة اللي سألوها حق صاحب المحل إن هل هي عندها قدرة أن تحمل يعني أشياء بالطيارة نقدر أن يتحملها ويتمشي وتحلق في الطيران. أمور كثيرة الحمد لله استدلينا عليها من خلال هذا التحري واعترفوا بالكامل أن والله هذه المخدرات أخذوها هي عبارة عن كيميكال وشبو وحملوها تقريبا 400 جرام من هذه المخدرات، والحمد لله أن هذه المخدرات تم عملية كشفها في لحظتها لأن كان هناك ضباط من المؤسسة الإصلاحية مازن فواز الفيرجاوي وأيضا أحد المفاد في لحظتها اكتشفوا هذه الطيارة وخلوا الطيارة يعني اتي باتجاه معين إلى أن تمكنوا من سيطرة عليها وإنزالها بحيث أن نقدر نستدل من الطيارة هذه على معطيات كثيرة جدا. المباحث أعطاهم بلا حدود خبراتهم اللي مكتسبوها قادتهم إلى كشف هذه القضية، برهننا من جديد أخي محمد أن رجال الأمن هم على قدر المستوى المسؤولية والثقة اللي كشف كل قموض في كل قضية، ما في هناك قضية قامضة عندنا في وزارة الداخلية. الاثنين الكويتي والبدون اعترفوا باعترافات كاملة بهذه الجريمة وبكافة المعطيات بهذه القضية، وأيضا عندنا الكثير من الاستدلالات اللي قدرنا من خلالها أيضا من داخل السجن أساسا أيضا من تحريات وهذا قادت إلى أمور كثيرة. المباحث الآن والعميد محمد الشرهان ومع فريق العامل يقود إن شاء الله إلى كشف كافة الأمور والمعطيات في هذه القضية. ممتاز، الله يعطيكم العافية يا عميد عادل على جهودكم الطيبة وإنجازاتكم واضحة، والله يوفقكم إن شاء الله. الله يسعدك العميد عادل. شكرا لك، شكرا في موصول لك العميد عادل حشاش، شكرا لك. أعزائي المشاهدين نستكمل تقاريرنا هذا اليوم. اليوم انتشر فيديو غريب عجيب،